السلام عليكم، انا مروه صبري ودي البيدج بتاعتي جاست اكله. النهارده هعمل لكم طاجن الجمبري الوهمي ده وبطريقه ان شاء الله تكون سهله وبسيطه. اول حاجه هجيب طاسه هحط فيها معلقتين زيت ومعلقه زبده كبيره. اول ما الزبده تسيح كده هنزل عليها بصلايه كبيره متقطعه جوانح، وبعدين هنزل بفلفل الوان متقطع. الفلفل ده طبعا عايزه تزوديه او تقلليه حسب الرغبه، وانا هنا كمان مزوده معاه واحده فلفلايه حاميه متقطعه. اللي مش عايز يزودها دي حاجه اختياري برضو. بعد كده هبدا انزل بالتوابل بتاعتي. اول حاجه هحط معلقه فلفل اسود ومعلقه كمون ومعلقه بهارات سمنه. بهارات السمك دي هنلاقيها عند اي سوبر ماركت او عند اي عطار. هضيف كمان معلقتين صلصة طماطم، الصلصة اللي هي بتبقى جاهزة معلبة. اقلب بقى كل الحاجات الحلوة دي كده مع بعض واخليها تاخد كلها من طعم بعضها. الخضار ياخد من طعم التوابل، من طعم الصلصة، كله مع بعض. انا مش عايزه الخضار يستوي، انا عايزه بس يتبل كله يتشرب من طعم بعضه. بعد كده هبدا انزل بالجمبري بتاعي. انا جايبه هنا حوالي كيلو جمبري، هنزل بيه واحده واحده. طبعا الجمبري ده لازم يكون متنضف كويس جدا، بنفتح الظهر بتاعه وبنطلع الكيس الرملي منه. وان شاء الله في فيديو تاني هعرفكم ازاي بننضف الجمبري. اهو هخلصت كل الكميه اللي عندي. وهسيبه هنا على البوتاجاز تقريبا 5 دقايق في التسويه. تسوية الجمبري كلها على بعضها المفروض تبقى من 1/3 ساعة لنص ساعة لخمس دقايق، علشان كل ما التسوية بتاعته هتزيد كل ما هنلاقي القشر بتاعه لزق في اللحم ومش هنعرف ناكله ولا نقشره. بعد كده هبدأ أقلب الخضار مع الصلصة مع التوابل مع الجمبري. شايفين أول ما بدأ يحس بالحرارة لون الجمبري بدأ يتغير للون الأورنج. بعد كده أنا جايبة حوالي 4 طماطمات ضربهم في الخلاط، وحاطة كمان معاهم حوالي نص تومية مضروبة في الخلاط برضو معي، ومعلقة ملح. نص التومية دي اللي هي حوالي 8 فصوص توم. نزلت بيهم هنا على الخليط الحلو ده. شايفين اللون بقى حلو ازاي؟ اول ما هيبدأ بقى يغلي شايفينه بيبكبك من الاطراف اهو، هتبدأ الصلصة تغلي. انا مش عايزة اسويه على البوتاجاز، انا لسه هدخله الفرن وفي مرحلة تانية للتسوية. هو كل الوقت اللي ممكن يقعده على البوتاجاز هنا يدوب 5 دقايق. شايفينه بدأ يغلي كده، على طول هروح جايبة الطاجن بتاعي علشان ننقله فيه. اهو الطاجن بتاعي ننقله. مش عارفة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، يعني عايز يتاكل ني. هظبط الطاجن بتاعي. انا في هنا خطوة مصورتهاش في الفيديو، ان انا زودت حوالي كوباية او كوباية ونص مية مغلية من الكتل. المية دي بقى بتعمل صوص رهيب رهيب. فيه احنا بنشرب الصوص ده كده يعني بكوبايات جنب الاكل. طبعا اللي حبه يبقى الطاجن مفهوش صوص او مش بيحب الصوص قوي ما يزودوش، بس بجد هيندم يعني اللي مش هيزود. بعد كده هدخل الطاجن الحلو ده الفرن. اهو شايفين الصوص بقى فيه كتير ازاي، الصوص ده بقى وهم. هنا الطاجن بعد ما خرج من الفرن، هي الصورة ظلمة، بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم.
ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو انا عملته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.